ضيفنا اليوم معنا بالاستوديو نصر نصر الله مدرب رياضي. اهلا وسهلا فيك ويسعد صباحك. اهلا وسهلا يسعد صباحكم، شكرا كثير للاستضافه الحلوه، ان شاء الله نقدر نفيد الجميع. يمكن النظام الغذائي هو جزء كثير كبير من الرياضه، والرياضه هي جزء كثير كبير من النظام الغذائي. قد ايه مهم نحن نكون محافظين على نظامنا الغذائي لحتى يساعدنا هذا الموضوع انه احنا نقوم بالتمارين الرياضيه من دون ما نتقاعس ومن دون ما نحس بالكسل والخمول. هلا النظام الغذائي هو بشكل الحيز الكبير من رياضتنا، يعني بدون نظام غذائي لو بتلعبي 10 ساعات ما رح تشوفي النتيجة لا مثل ما يكون في نظام. هلا انك تقدري تحافظي بهذا الوضع اللي هو قاعده بالبيت، الناس عم تاكل مو لانه جوعانه، لانه ما الملل ايوه، يعني قدام التي في ما في شيء بيروح بياكل. لازم بده يكون في نظام غذائي، نحاول نحافظ قد ما بنقدر.